تحت الضغط. عمر ورفاق، رفاق وعمر، مين اللي هبتدي الاول؟ عمر. اتفضلي عند سليمة رفاق، هتسمعي اغنيه وترجعي لنا تاني. عمر تعالى مكاني. كم سؤال يا عمر؟ 9 10 9. دي جديده دي، مش عارف كم سؤال. 8. عمر بيهزر وانا كمان بهزر، عينيك على الكاونتر وكل تركيزك معايا. حاضر. حاول اسئله على اقل من مهلي، اتفقنا؟ نطمن على رفاق. تمام. تحت الضغط كاونتر. ثورة الشك هي أغنية المطربة المصرية الراحلة، فمن هي؟ أم كلثوم. صح. في أي محيط تقع الجزر بورا بورا؟ الهادي. صح. من هو مؤسس نظرية الكم؟ ماكس بلانك. صح. أديبة بريطانية مؤلفة رواية The Waves، فمن هي؟ فيرجينيا وولف. صح. ما هي أكبر صحراء في إفريقيا؟ الصحراء الكبرى. صح. ما هو نظام الحكم في دولة لايبيريا؟ جمهوري. صح. كم عدد حروف كلمة استفهام؟ 7. صح. من قام بدور الشيخ حسني في فيلم الكتكات؟ محمود عبد العزيز الله يرحمه. صح. كم عدد ألوان علم دولة بلغاريا؟ 3. صح. ما هو اسم أول معركة بحرية في تاريخ الدولة الإسلامية؟ ذات الصواري. صح. 10 إجابات صحيحة. أرفع لك القبعة، بصراحة أرفع لك القبعة. برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، ما شاء الله. تفضل. طلعت يا عمر ما بتهزرش بجد، ارجع ولف هنا وخليكوا واقف جنب هنا. طلعت فعلا ما بتهزرش، برافو عليك. أول مرة تحصل في تاريخ البرنامج في تحت الضغط، تخيل بقى. كان وقت عمر ستريس. برافو عليك، برافو عليك. سليم رفاق كان الله في عونك. يا نهار ابيض، حطيتها في موقف صعب زي الوداد كده. يا نهار ابيض، اتفضلي. جاوب ال10 ولا ايه؟ تعالي 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 تعالي، قلبك حاسس. جاوب ال10. جاوب ال10، تخيلي. يا نهار ابيض، بس خلي بالك الاسئله مش صعبه. تمام. بس هو كان مركز، ما بيضيعش وقت، مركز، الإجابات واضحة، صوته واضح، خد 50 نقطة على طول. ركزي، هتقدري تعملي كويس، أنا متأكد. حاضر. اتفقنا؟ حاضر. Good luck. تحت الضغط كاونتر. ثورة الشك هي أغنية المطربة المصرية الراحلة، فمن هي؟ أم كلثوم. صح. في أي محيط تقع جزر بورا بورا؟ المحيط الهندي. غلط. من هو مؤسس نظرية الكم؟ نظرية الكم نجيب محفوظ. غلط. أديبة بريطانية مؤلفة رواية The Waves، فمن هي؟ باص. ما هي أكبر صحراء في إفريقيا؟ صحراء الكالهاري. غلط. ما هو نظام الحكم في دولة لايبيريا؟ لايبيريا جمهوري. صح. كم عدد حروف كلمة استفهام؟ 7. صح. من قام بدور الشيخ حسني في فيلم الكتكات؟ باص. كم عدد ألوان علم دولة بلغاريا؟ 3. صح. ما هو اسم أول معركة بحرية في تاريخ الدولة الإسلامية؟ تفضلي مكاني، تعالي مكاني هنا، تفضلي هنا. 4 إجابات صحيحة بـ20 نقطة، وعمر معاه 10 إجابات صحيحة بـ50 نقطة، وكمان هتديله 10 نقط هدية. كلنا نحيي رفاق وعمر، تفضلي. كل الأسئلة جاوبت، كل الأسئلة جاوبت. طبعاً أنا عارف إن التوتر أثر عليكي، لما حد يبقى عارف إن اللي قصاده جاوب على 10 أسئلة لازم يبقى متوتر، أنا متأكد. فأنا بعذرك، بعذرك فعلاً، في أسئلة كان ممكن تحاولي فيها ولكن التوتر أثر عليكي. 50 نقطة جامعة كفر الشيخ، جامعة القاهرة، كنتوا كام؟ 100 100 100. و60 نقطة، 50 إجابات صحيحة و10 نقط هدية من جامعة كفر الشيخ، بقيته 160.